طيب نشوف مجموعة من الأسئلة كده تكون بسيطة عشان نأبلاي الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. <applause> Find the different forms of the equation of the plane passing through the point 2, negative 3 و5 and the direction n. negative 1, 2, 3 is normal direction vector on it. هو عاوز ال different forms، يعني عاوز التلاتة forms: الـ vector، والـ general، والـ standard. نبدا دايما بالفيكتور لان انت ممكن من خلال الفيكتور لو انت مش حافظ ازاي تجيب الستاندر والجنرال تفك الفيكتور فورم تجيب لك الاثنين فورمز اللي فاضلين الفيكتور فورم كانت بتقول ان دوت ار ايكوال ان دوت اي ايه هي الان قدام سعادتك نيجاتيف 1 2 3 ايه هي الار الفاريبلز واتش دي ار اكس واي وزد والاي اللي هي النقطه الجيفن تو نيجاتيف 3 and 5. نـ substitute. سو so فار أنت دلوقتي معاك الـ 4. طيب ده يتساب زي ما هو ده يتساب زي ما هو ونفك الـ dot product بتاع negative 1 2 3 و 2 و 3 و 5. first time is first 2 وعندك هنا negative 6 plus 15 يطلع الإجابة بتاعتك 7 ده الـ 4. عايز تكمل؟ ريبلس الار باكس واي وزد وتفك يبقى عندك اي اكس minus اكس 1 بي واي minus واي 1 C زد minus زد 1 ايكوال 0 جميل جدا ريبلس الاي -A, الاي -A بكام بنيجاتيف 1 البي ب 2 والسي ب 3 طبعا عندك زد minus 5 اللي هي ال 5 دي اللي هم ده ال نيجاتيف 2 و 3 و 5 هي الكورن بتاعه البوينت اللي موجودة عندي نفك الكلام ده نوزع بالدستريبيوتور بروبرتي يبقى في عندك نيجاتيف X بلس 2 2Y بلس 6 3Z ماينس 15 نكومباين اللاك تيرمز بحيث يبقى X Y و Z و أبسلوت فاليو كده أنت عندك الإكويشن بتاعة البلين في الجنرال 4